خطوات، خطوات ثابتة وابتسامة مشرقة تتجه سهام لاستلام مهامها كسائقة تراموي. سهام واحدة من النساء اللواتي أثبتن قدرتهن في الولوج إلى مجموعة من المهن التي كانت قبل زمن قريب حكرا على الرجال، من بين هذه المهن سياقة تراموي. في الأول جاتني الفكرة غريبة، يعني مع عمري كنت كنحلم أنني نكون سائقة الترامواي. كنا متخوفات من الفشل في المهمة، الحمد لله نجحت فيها بكفاءة. نساء أبن عن علو كعبهن في مزاولة مختلف المهام والمهن، فإلى جانب عملها كسائقة تراموي توازن سهام بين عملها خارج وداخل المنزل لتعطي لكل أولوية حقها. باش يمكن لنا نحقق واحد التوازن بين المرأة كربة بيت وكسائقة تراموي، الحمد لله الوالدين رافقونا بالدعم ديالهم وبمساعدة الزملاء العمل باش نحاولوا ننجحوا في هذه المعادلة على أكمل وجه. نساء مغربيات، عنوان الصمود والاجتهاد، شغلن مناصب عديدة، كل منصب تركن فيه بصمتهن الإيجابية التي تشهد على عمل وتفان لا محدود، فبالشغف والإرادة جابهن كل ضغوط الحياة وحققن ما قيل عنه مستحيل في وقت مضى.